السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة محترف تيوب، القناة العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالضغط على زر الاشتراك وكذلك الإعجاب على هذا الفيديو إذا أعجبك الفيديو، وكذلك لا تنسوا أن تقوموا بوضع أسفل الفيديو أفكاركم لوضع الفيديوهات القادمة إخواني الكرام. طبعا سوف نقوم بإكمال سلسلة شروحات عملة الرايس RIS بروتوكول. رايس بروتوكول هذه العملة قمنا بوضع لها فيديوهين، الفيديو الأول كان سعر العملة 12 دولار، ثم في الفيديو الثاني وشرحنا طبعا في الفيديو الأول ما هي ميزات الموقع وكذلك ميزات العملة الإلكترونية التوكن الخاص بهذه العملة وكذلك التفاصيل وما الميزات التي توجد في هذه العملة على هذا الفيديو الأول. في الفيديو الثاني فقمنا بعمل تحليل خاص للعملة وهل سترتفع أم لا، طبعا كذلك قمنا بذلك في العملة في الفيديو الأول. طبعا ارتفع سعر العملة إلى 20 دولار، يعني إذا قمت بالاستثمار كما نصحنا في الفيديو الأول فأنت قمت بمضاعفة رأس مالك الذي قمت باستثماره، وكذلك نصحنا في الفيديو الثاني بالاستثمار في العملة وكان سعرها تقريبا 20 دولار، بإمكانك الرجوع إلى الفيديو والتأكد من ذلك. الآن طبعا سعر العملة انخفض، ولماذا انخفض سعر العملة؟ طبعا سعر العملة الآن ما يقارب 16 دولار، كان قبل ذلك يعني قبل عدة ساعات ما يقارب ب 17 دولار، يعني انخفض 3 دولار. طيب أخي الكريم، إذا أنت استثمرت في العملة على الفيديو الثاني إذا كان لديك الرأس مال موجود آخر فقم أيضا بالاستثمار مرة أخرى. لماذا؟ لأن العملة لا زالت في بدايتها وسوف ترتفع إلى أكثر من 20 دولار، كما قلنا لكم لا تستعجل، أنت فقط قم بالاستثمار، أعطيكم مهلة أقل من أسبوعين أو أكثر بقليل وسوف ترتفع العملة بإذن الله تعالى على حسب ما أرى وحسب المشروع الخاص بهذه العملة، بإذن الله سوف ترتفع إلى أكثر من 20 دولار إلى 40، ممكن تصل كما قلنا في الفيديو الثاني إلى 100 دولار. لماذا أخي الكريم؟ طبعا العملة من قبل هي موجودة، طبعا العملة في منصة الأنسواب كما سوف نريكم، هي كما تشاهدون هنا في هذا المكان بإمكانك أن تشتري العملة بوت توكنز أون يو إن آي سواب في اليوني سواب، هذه بإمكانك تشتريها عن طريق هذا والداشبورد الخاص به. كذلك بالنسبة لهذه العملة لماذا قلنا نحن سوف ترتفع؟ لأن هذه العملة سوف أريكم النيوز الخاص بهذا العملة، سوف أريكم أخبار هذا العملة وبعد ذلك تتأكدون. لاحظ هنا في 2 مارس نشرت، طبعا هذا الآخر الأخبار من العملة، في 2 مارس نشرت العملة هذا الخبر Introduction Rise Governance، يعني حوكمة العملة، أصبحت حوكمة العملة. إيش حوكمة العملة؟ معناته التحكم بالعملة والاستثمار فيها، فأصبح سهل جدا بإمكان أي شخص أن يقوم بالاستثمار فيها. بعد ذلك أخي الكريم في هذا المكان في 27 فبراير نزلت الديسكورد سيرفر، لها خادم في الديسكورد وهذا جعل العملة ترتفع، وفي 26 كذلك نزلت شيء آخر وهو يعني ها نزلت مسابقة، وهنا مسابقة، فهذه المسابقات والخدمات في السوشيال ميديا تقوم بماذا؟ بنشر هذه العملة، هذا ميزة وكذلك لها ميزات كثيرة جدا هذه العملة أخي الكريم. بإمكانك أن تشاهد التيم الخاص بالموقع، التيم الخاص بالموقع أو عفوا بالعملة، تيم رائع جدا جدا مكون من أشخاص من ألمانيا، لاحظ هذا من ألمانيا وهذا من أمريكا وهذا من نيويورك وعفوا من بريطانيا، ولاحظ يعني تيم متكامل جدا ولديه كذلك يعني فريق عمل متكامل. وكذلك من الأشياء التي تجعل العملة ترتفع هي التيم الخاص بالعملة، إذا كان التيم الخاص بالعملة قوي فإن بالتأكيد مشروع العملة سوف يكون أقوى. لماذا؟ التيم خاص بها قوي فأكيد أن من يقوم ببرمجة وبعمل مشروع هذه العملة تيم قوي
تيم قوي يساوي عملة قوية. هكذا يجب أن يكون فكرك أخير كن. طبعا أنا لا أرزمك على أن تقوم بالاستثمار، أن تقوم بالدخول إلى الموقع، وسوف أضع لكم كل الروابط أسفل الفيديو، وأدخل وشاهد وقرأ عن هذه العملة، وبإمكانك هنا في السيلكت لانجوي تختار اللغة العربية، عربيك تختار اللغة العربية، العربية وقد ما تكون متواجدة حاليا في الموقع، ولكن بإمكانك تقوم بترجمة ترانزليشن، تقوم بعملية الترجمة لهذا الموقع. أخي الكريم نقوم بعد ذلك، سوف نقوم أيضا بالشرح كما لاحظ. لماذا أقول لك استثمر في هذه العملة؟ لأن العملة لها مشروع قوي. وأيضا كما لاحظ كم التوكن الخاص بالعملة، التوكن الخاص بالعملة يعني 100 ألف فقط، أو 100 ألف وستمائة. يعني لاحظ التوكن الخاص بهذه العملة، التوتال سبلاي 121 ألف، التوتال سبلاي الخاص بالعملة 100، التوتال الكامل والماكس، الماكس الحالي الموجود هو 100. لاحظ أخي الكريم المستعمل فيها، كل التوتال مستعمل في هذه العملة، بمعنى أن المشروع سوف يكون قوي، وسوف بإذن الله تعالى يصل إلى 100 دولار. إذا كنت مشترك في القناة فقم بالضغط على زر الاشتراك، إذا لم تكن مشترك فقم بالاشتراك وكذلك الضغط على زر الإعجاب. إلى هنا إخواني الكرام، ولا تنسوا وضع تعليقاتكم لنرى أراءكم واستفساراتكم والكثير من الأشياء التي تريدونها، والفيديوهات القادمة، هل تريدون شروحات في التداول أم شروحات في مواقع الاستثمارية أم في العملات الإلكترونية أم في التطبيقات وغير ذلك. إلى هنا أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.